4092 حالة طلاق لشابات دون ال 15 سنة، وهذا مؤشر اجتماعي خطير جدا يخلينا نسأل نقول ليش الزواج المبكر تنشوف ظاهرة صار منتشرة جدا بالعراق؟ اكو عقوبات لهذا الموضوع؟ وهل فعلا اكو استثناءات لهذا الموضوع؟ حتى نتكلم اكثر بهذا الموضوع الخطير، وانا بالاستوديو الخبيرة القانونية الست حنين الطائي. اهلا وسهلا بك، تفضلي. استريحي. اهلا وسهلا. مرحبا ست حنين، شلونك؟ اهلا وسهلا. الله يخليك. ظاهرة خطيرة جدا ولها تبعات سلبية على المجتمع، برأيك يعني شلون يصير عملية زواج لقاصرات داخل المحكمة وحتى خارج المحكمة؟ قانون يسمح انه العمر يكون دون ال 15؟ أول شيء هي كملاحظة، إحنا هاي المؤشرات كل سنة أو كل سنتين أو كل إحصائية قاعد تصير كل كم سنة إحنا دا نلقيها زايدة زايدة صح. زايدة، بس بالمقابل ماكو فتح حلول اجتماعية تصير ولا حلول قانونية ولا القانون مالتنا قاعد يتحدث ولا المواد القانونية حدثوها. إحنا قانوننا كل شيء يحتاج تحديث. قانوننا العراقي ترى قديم، خصوصا قانون الاحوال الشخصيه، يعني 1959 صح؟ فهاي صحيح. فهاي الاحصائيات اللي انت قاعد تحكي، احنا كل فتره قاعد نتفاجئ بهيك احصائيات زين، بس الحل شنو؟ ما سووا دراسه وسووا احصائيه، شنو الحل اللي قاعد يتاخذوه؟ ماكو حلول، ماكو حلول. يعني ماكو تحديث للقانون زين. بعد المواد على القبل على وقت قبل يعني، بس احنا المجتمع تحدث والمشاكل الاجتماعيه تحدثت زين. اسباب الطلاق واسباب الزواج تحدثت، كلها تحدثت. يعني هاني احس ليش في السؤال هو اجتماعي، ليش دي يصير؟ شنو اسباب الزواج مبكر؟ ليش اكو زياده بالزواج احنا بالبدايه نحط نقطه اساس انه من اهم اسباب الطلاق هو الزواج المبكر زين، حلو. يعني صح الطلاق باسباب هوايه بس من اهم اسباب الزواج المبكر صح. ليش؟ لان الزواج بدون وعي خصوصا فتره المراهقه بها اندفاع زين. بالمشاعر تكون المشاعر متاججه زين. فاندفاع وراء المشاعر، اندفاع وراء العواطف بدون عقل بدون وعي، فبالتالي شنو هذا الزواج؟ يفشل يتفتت. هذا في حال انه اكو حب. انا احكي على ايضا اكو يعني بنات يرغمون على الزواج المبكر ايضا. اكو يرغمون صحيح. احنا بصوره عامه اسباب الزواج المبكر كثيره لا تعد ولا تحصى، ومساله نسبيه كل عائله لها صح. بس بصورة عامة من ندرس المجتمع بصورة عامة، مدى أقصد بس بغداد أو بس المناطق المتحضرة، بصورة عامة أكو عدة أسباب للزواج المبكر. من أول الأسباب الفقر، فقر صح. يدفع كثير من العائلات صح. أكو عائلات مو بس تزوج بناتها، أكو عائلات تبيع أطفالها فهذا الزواج يعني بالنسبة يعني خلصون منها، خلصون من عندها، خلصون من مصرفها، خلصون من مسؤوليتها، يذبون المسؤولية، يعني خلصون من فرد صح. إحنا ما طول الفقر قاعد يوصلنا الحاله اكو عائلات تبيع اطفالها تبيعهم، فيعني هو يقول انا احسن ما ابيع خل ازوجها، خل ازوجها اي ورا سنه ترجع له اثنين هي والبطنها عافيه. هاي اول الاسباب. الاسباب من احد الاسباب احنا ترى بعدنا مجتمعنا بعادات وتقاليد انه البنيه نهايتها بيت رجلها، وانه كل ما يزوجوها من وقت هم قاعد يسترون عليها يعني اكو هوايه سفئات من مجتمعنا بعدها تتحكم بها العادات والتقاليد صح. زين، القانون يقول انه عمر الزواج 18 سنه يعني اذا انت تتفقين وياي يعني مو كلش قوي بالقانون، وانه اكو حالات معينه ممكن الزواج بيها 15 سنة. سنه هذا قانون 1959 نعم. شنو هاي الحالات المعينه الا ضروره صح؟ هو السن القانوني للزواج اللي هو الانسان يبلغ به سن الرشد 18 سنة. اي لكن في حاله 15 سنه ممكن انه الزوج او الزوجه يعني اذا كانوا تحت 18 من عمر 15 الى 18 يطلبون الاذن من القاضي وطبعا انه يثبتون المقدره الجسديه وانه هو بالغ. لكن اكو فد ثغره مهمه اريد انوه عليها، اكو زواج حتى جو يعني دون ال 15 سنه اللي هو خارج المحكمه قاعد يصير، وبالنهايه العقود الخارجيه كلها تصدق. هسه انت يعني محاميه وعندك تحركات ايضا نقابيه، ماكو تحركات من المحامين؟ هواي محامين من خلال هواي منظمات ينادون ويناجدون انه لازم عقوبه رادعه، لازم العقود خارج المحكمه ما تتصدق. لانه احنا هسه الزواج بالمحكمه بشروط
صح. بس خارج المحكمة هو خلص يعني عقد بدون أي شروط وإجا صدق العقد. زين ليش تصدق؟ يعني مو لازم القاضي بالمحكمة يشوف الزوج والزوجة ويسألها. يشوفهم بس هو تصدق بعد العقد. صدق ومش يعني العقد. هو خلص وبعد زوجته يتصدق كأنه ما زوجته يعني خلص. السؤال وصدق هذا دائما ينسأل يعني هو القبل يعني كنا نسمع مثلا بشارع فلسطين بس واحد مطلق مثلا. صحيح. زيونا ايه؟ ماكو أحد. مثلاً كان المجتمع يستصعب الطلاق أكثر. ليش هسه صار كلش سهل؟ إحنا مثل ما ذكرنا أكو ملاحظة مهمة، مثل ما ذكرنا إنه الزواج خارج المحكمة له تبعات سلبية، أهمين أكو طلاق خارج المحكمة قاعد يصير على السبب اللي يسوى والما يسوى. إحنا ترى التفريق داخل المحكمة والطلاق داخل المحكمة جداً مصعبة، حتى القضاة من يتعاملون وياه يتعاملون بصعوبة. صح. بينما الزوج لسه ما قاعد يتعب نفسه ويوقف قدام القاضي ويقدم له أسباب مقنعة للطلاق، لا قاعد يلجأ للطلاق خارج المحكمة ويصدق طبيعي. زي. الباحث الاجتماعي دي يقوم بدوره بالمحكمة؟ طبعاً. للأمانة يقوم بدوره ويعني يكون الزوج والزوجة المفروض حاضرين. ويحكي وياهم ويقيم الموضوع بعدين يقدمه للقاضي قبل الجلسة. زين. ست حنين يعني اليوم شنو الحلول حتى نحد من تحديد انه موضوع حلقتنا طلاق القاصرات او حتى زواج هذا اللي هو الزواج مشكله بحد ذاته بهذه الاعمار الزواج المبكر ايه؟ احنا الحل الاول والاهم هو تحديث القانون العراقي قانون صحيح. الاحوال الشخصيه بس نحتاج انه احد يوقف يدرس هذا القانون صح. يحدثه لان احنا كل مشاكلنا الاجتماعيه تحدثت. هاي أول حل أنه تحديث القانون العراقي زين. معالجة المشاكل الحديثة. الحل الثاني هو توعية العوائل من خلال برامج من خلال وسائل الإعلام، من خلال برامج التواصل الاجتماعي، من خلال المؤسسات، المنظمات، الندوات إلى آخره. توعية المجتمع والعوائل العراقية بأضرار الزواج المبكر. صح. اقناعهم بفكرة انه الزواج المبكر هو زواج هش قابل للتفتيت باي لحظة صح. انه مو يعني مو شيء صحيح وإلى اثار سلبية كثيرة. الشغلة الثالثة احنا مثل ما اقول نوعي المقبلين على الزواج كذلك نوعي الاشخاص مو نوعي نعالج الاشخاص اللي دخلوا تجربة حتى تكون التجربة الثانية على الأقل ناجحة صح. يعني الأشخاص اللي دخلوا تجربة وصاروا عدد ضمن هاي النسبة اللي أنت قاعد تذكرها ما طلاق على الأقل إحنا نحاول نعالج تصير التجربة الثانية ناجحة صح. الإنسان من يطلع من تجربة يكون مليان أمراض نفسية ومليان عقد نفسية بدون ما يدري طبعا أكيد طبعا يكون مكتومة بداخله بدون ما يدري هو يتوقع علاجها بالزواج الثاني والعلاقة الثانية أو بالزمن بس هي لا هي مشاكل نفسية تبقى يعني إحنا بالعادة نقول إنه تجربة وأخذنا من عندها درس لا صح. تجربة خلت بينا مشاكل نفسية تجربة صح. خلت بينا عقد نفسية تجربة أخذت من الطاقة من الأعصاب فنحتاج صح. علاج نفسي حتى الزواج الثاني يكون ندخل له وإحنا مؤهلين أنا دائما أقول يكون إنه ناجح ممكن أنه حتى بالمدارس يخصصون أساتذة نفسيين هذه أعمار الـ14 والـ15 والـ16 حتى يفهمهم على أنه المرأة أكثر من زواج يعني مرات تصل رسالة للتربية للمرأة أنه هي لازم تتزوج سعادتها ببيت رجلها صحيح. وأعتقد هذا في شيء مو صحيح استحنين أنا سعيد بحضورك نورتينا اليوم وشكرا لمعلوماتك شكرا جزيلا أعزائي المشاهدين أنا أعرف شخصيا أكو ناس متزوجين صار لهم 15 سنة وما عندهم خلفة صرفوا فلوس وراحوا للمستشفيات وعلاج ولكن ما انفصلوا ممكن عندهم أسباب للانفصال ولكن ما انفصلوا لأنه هذا زواج صحيح بناء صحيح نستغرب اليوم جداً لما نشوف زواج وبي أطفال 4-3 أطفال وعلى أسباب مو منطقية جداً يعني مثل اللي واحد اللي ذكرته ست حنين يصير الطلاق وأكو كثير من الأسباب اللي نقراها ما نصدقها ولكن موجودة بالمجتمع وهذا دليل على أنه هذا الزواج مو صحيح طريقة قرار الزواج يراد للدراسة وطريقة الذهاب للطلاق يراد لكثير من المباحثات والدراسة وإعادة النظر مو بس بنفسك وزوجتك حتى لا على الأطفال شنو مستقبلهم ايش راح يصير بيهم هذا موضوع يا جماعة مهم جدا وإحنا بالأخير بشر وروحنا الإنسانية دائما موجودة وتحاسبنا أنا أعرف دائما كثير ناس اتخذوا الطلاق وبعدها عاشوا فترة طويلة من الندم
فنتمنى هذا الموضوع يصير له حلول قانونيه واجتماعيه. ايضا اعزائي المشاهدين، وصلت وياكم نهايه حلقتنا لهذا اليوم، انتظروني بالحلقات القادمه في مالنا.